يلا تعالوا شوفوا الوصفة بتاعتي، سهلة وبسيطة. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ معلش انا بقفل الانبوبة دايما. هنعمل النهارده طبق كبدة ملوش حل. انا معايا حلة على النار وحطيت فيها شوية زيت، مكنتش ناوية اصور يعني، بس رجعت تاني قلت لا لازم اصور لكم الطبق الجميل ده. هنزل بمعلقة حلوة كده من التوم، عايزة شوية توم كويسين يعني، التوم ده متفرز عندي. انا هعمل كيلو من الكبدة، شوحي شوحي التوم بتاعك كويس كده. تمام، تكون بدأت ريحته تطلع معايا، مجرد ما ريحته تبتدي تطلع كده عشان ما يمررش معاكي هتنزلي بالكبدة على طول. الكبدة انا مقطعاها صغير جدا، وعشان تقطعيها صغير كده بسهولة لازم تحطيها في الفريزر شوية. تمام، تتجمد كده وتقطعيها كده بالمقص، هتتقطع معاكي بكل سهولة. تمام، انا هسيبها كده تتشوح ولونها يتغير وبعدين نيجي نشوف احنا هنعمل ايه. قبل لونها ما يغير هننزل بعصرة ليمونة كده، معلش انا كنت ناسية. دي حوالي معلقة من الخل، والنار عالية. تمام، هسيبها بس دقيقتين ثلاثة كده عشان ما تتهريش، مش هقلب فيها كتير، وهرجع تاني بقى نشوف احنا هنكمل وهنعمل ايه. تمام كده شايفين شكلها ان شاء الله. هنزل دلوقتي انا هعمل كبدة بالبصل، شوية بصل حلوين كده محترمين. طبعا البصل ده كله هيبقى قليل يعني، مش هيفضل كتير كده زي ما انتم شايفين يعني. طبعا احنا كلنا عارفين ان البصل لما بيستوي بيبقى قليل يعني. تقطيع طبعا جوانح او قطعين زي ما تحبي يعني، مش هتفرق كتير. تمام، هنزل بالبهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي عبارة عن فلفل اسود، وده الاساس. بهارات مشكلة، وانا مش محتاجه اكتر من كده. البهارات المشكله فيها البهارات اللي انا محتاجاها كلها. وشويه ملح، وهقطع حبيتين كده من الطماطم. الكبده لها طرق كتير جدا يا جماعه، ودي طريقه من الطرق يعني، بتبقى حلوه جدا، جربوها وهتعجبكم. تمام كده، الريحه مش عايزه اقول لكم، الريحه طالعه فظيعه ان شاء الله. وطبعا بتديكي كمية كويسة يعني حلوة. ومعايا فلفل اخضر. تمام كده، احنا كده يعتبر خلصنا الكبدة بتاعتنا. الكبدة ما بتقعدش كتير على النار يا جماعة. تمام، شايفين حتى الالوان. تمام كده، هقلبها كويس وهغطيها وهسيبها تستوي، وارجع اوريها لكم تاني. الطريقه دي حلوه وسهله وما بتاخدش اي وقت معاكي. ممكن تعمليها ني في ني قبل ما تشوحيها على النار، تحطي كل حاجه عليها، الملح والبهارات والخل والليمون، وتنزليها على الزيت على طول، وتضيفي اي اضافات انت عايزاها، بصل بس، فلفل بس، طماطم بس، زي ما تحبي. تمام كده،
هسيبها تستوي وارجع اوريها لكم تاني. شوف يلا نشوف الكبده بتاعتنا عامله ايه. شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا. الطماطمية اللي انا حطها مديالها لون جميل، وطبعا بتعمل طعم حلو جدا. البصل كمان اختفى، ما بقاش واضح زي الاول طبعا، ومديلي كمية كويسة. شايفين ما شاء الله حلو قوي. يلا نغرفها ونشوف الشكل النهائي. شايفين ما شاء الله شكلها حلو ازاي. شايفين بقى ان شاء الله حلو جدا. جربوها بالطريقه دي صدقوني هتعجبكم. طريقه حلوه جدا وسهله، ما بتاخدش معاكي اي وقت، والحقيقه النتيجه حلوه جدا والطعم في منتهى الجمال. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معاكم ايمان وقناتي ايم التميمي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اترككم في رعايه الله.